أخ يسأل عن الآيات التي تقرأ على المسحور والممنوع عن زوجته، ما هي؟ ذكر كلمة العلم أن من أسباب العافية للمسحور والذي حبس عن زوجته أن يقرأ آيات ثلاث، الآيات التي في سورة يونس وفي سورة الأعراف ويونس وطاها المتعلقة بالسحر، يقرأها ويظن بها على المسحور وعلى من حبس عن زوجته مع آية الكرسي ومع قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل عن رب الهلق وقل عن رب الناس، هذه يقرأها على المريض أو فيما ويصبه المريض ويتشف به ويشفى بإذن الله. وإن جعل معها سبع ورقات سدس دقها وجعلها في الماء وقرأ في ذلك أيضا ينفع، هذا وهذا يقرأ المريض أو فيما يقرأ فيه آيات السحر في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ معها آية الكرسي يقول يا أيها الكافرون والله الله وإذا الله وإذا فيه، ثم يخمن هذا المسحور والمحبوس عن زوجته ويتوش بها بالباقي، هذا ينفع بأن كثيرا. وكذلك إذا قرأ المريض نفسه في هذه الآيات ينفعه كثيرا. ما بركت بالنسبة للعين تكثير على العين إصابة العين الرقة تنفع بها ينفع فيه بالآيات التي تناسب من القرآن ويدعو له وينفث عليه في ذلك، هذا ينفع. النبي عليه السلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وإذا عرف العين يأمره يغسل وجهه وتمضمض أطرافه في إناء ثم يغتسل بهذا الإناء، يغتسل بهذا الماء ويجوز تزول العين بإذن الله إذا كان معروف النار العين. إذا كان يابي يا شيخ كنا يعني شحناء وعداوة إذا عرف توسل إليه في الطريق الطيب لجنة الطيبين وقال هذا ما يضرك والعين يبيع باختيارك، هذا أمر الله والعين حق، يجب لك يجب عليك أن توافق وأن تعطيهم أطرافه تمضمض تغسل وجهك ويديك تعطيهم، هذا ينفع بإذن الله وش يضرك، ويجوز الحاكم يلزم ولي الامر يلزم بذلك. طيب ما حكم من يقرا عن المجنون ويدعي بانهم يكلمون الجن ويطلعهم من الشخص هذا واحد، هل هذا عندنا واحد يقرا ويطلع يكلمهم يكلمون عليهم؟ قد يخرجوا باذن الله اذا كان جيد وايمان قد يخرجوا الجن بقراءته قد يضربهم ايضا يضرب. يضرب بالعافيه اذا كان معروف بهذا ومعروف بهذا يقرون دينهم من خلاله معروف بالسحر ولا غيره انما هو المؤمن يقرا عليهم ولا يقرا عليهم. نعم لا يكرر كرر حتى يجد من الجن وما يقع لأنه ينطق ويقول